هدية أبي. ماذا أرتدي لأبدو جميلة؟ سأرتدي هذه. عيد ميلاد سعيد. هذا رائع. سأرتدي هذه. الدبابيس ستعجب أبي. ميان هواتانغ، ماذا تفعلين؟ أتجمل قبل عودة أبي. ومن أين عرفت التجميل؟ قد رأيتك تتجملين من قبل، وسأكون أجمل. لقد عدت. لقد عاد أبي. قد عدت إليكما. يبدو أنكما اشتقتما إلي. اشتقت إليك يا أبي. هل سافرت إلى باريس؟ ألا ترى كم أصبحت جميلة؟ أجل، أصبحت جميلة. ماذا تقولين؟ هل أكلت يا عزيزي؟ لم آكل. أبي، هل ازددت طولا؟ تحولت إلى قطعة حلوى كبيرة. اشتقت إلى الطعام الذي تعدينه. هل أنت متعب؟ أشعر بالعطش فحسب. تفضل يا أبي. هيا اشرب هذا. سيشرب هذا. تفضل الشاي. سأشربهما معا. سأحضر الحذاء المنزلي. هذا الحذاء أفضل يا أبي. ارتداء هذا الحذاء سيكون مريحاً أكثر. ارتدي الحذاء الذي أحضرته. حسناً، سوف أرتدي الاثنين.